الحرية التعبير ديال الجماهير الغاضبة على الفساد اللي كاين في الرياضة. هذا هو اللي بان لي الآن، التعبير هذا تعبير حر، حيث هو مسؤول الأول والأخير على القطاع الرياضي. الناس تغوت على الفساد اللي كاين، خاصو هو يقلب الخلل ديال الفساد فين كاين، خاصو يقلب عليه باش الناس ما تتهموش. وهذا الشيء فايش قلنا من المتكررين، خاصو يخرج هو يحارب الفساد اللي عندك في الجامعه. ما نمشيوش بعيد عن المقابله ديال البارح، المقابله ديال البارح راه بينا تشكيل. هذه من الاسباب، هذه القضيه ديال التذاكر ديال كاس العالم ديال قطر ولا ديال كاس العالم هنا ديال المغرب، راه من الاسباب الاولويات. انا ماشي ضد القطع، انا ساعات نبهو في هذه القضيه هذه. دونك انت مسؤول على ذاك القطاع، خاصك تنقيه. حتى واحد ما غينوض يعايرك ولا يسبك ولا يقول لك شي حاجه، وما يبقاش يتصنت ديك العصابه اللي كاينه في وسط العصبه، ما يبقاش يتصنت ليها. راه كل واحد فهمتي قلب على الهدف ديالو، ولكن راه هو اللي محطوط بباب المدفع. راه ما تنكروش حنا الانجازات اللي دار وداك الشيء، الجمهور ديال الراجا ما تنكرش الانجازات اللي درتي. تيقول لك بغى حقه، حقه راه عندك انت، حيت انت لا هضرتي، كل واحد غيوضع حقه في الفروق. حنا ماشي ضده ولا شي حاجه، حنا تنقولوا الواقع. القجاع هادشي من نهار شد المنصب ديالو ما شفناش شي حاجه في الميدان الرياضي. الا شفنا شي حاجه بسيطه في كره القدم، ولكن دوك اللعابه اللي غادي يقول القجاع انا جبتهم ولا ما هادو اللي مشاو كوب دي موند، هذوك اللعابه باينين مغاربه. بالنسبه للفوتسال نقولوا كاينه واحد شويه، وفين هي الرياضه ديال المعاقين؟ فين هو الباسكيت بول؟ فين هو الهوند بول؟ فين هي الناطاسيون؟ فين سيدي باش تبين لنا حنا راه مثقفين رياضيا، راه تجي تكذب علينا وتبين لنا حنايا بطوله وطنيه هشه، وكتكذب علينا تقول لنا احترافيه، ونادير ملاعب القرب، واش ملاعب القرب دير لي الكازو سانتيتيك بغيت تقتل الشباب؟ هذاك السانتيتيك الدري ما غيوصلش واحد 50 عام غادي يموت، لان الريه ديالو غادي تنفس بهذاك السانتيتيك، يعني ذاك البلاستيك اللي كيبدا يجري الدري. اذا بغينا ملاعب قرب تكون طبيعيه، بغينا ان الرياضه تكون شموليه، ما تكونش كرة القدم، تكون الجومباز، الكاراتي، الهوندبول، يعني راه بزاف د الرياضات. سي القجاع جمع راسك شي شويه. حنا ماشي ضد القجاع، القجاع راه هو المسؤول على الجامعه، هو المسؤول على اللجنه. الا ما كانت اللجنه التحكيم فاسده راه القجاع غيكون فاسد، بحدو ما حركش وما وقفش البهجه اللي كاينه في كره القدم، اذا هو فاسد. لانه تتحمل منه المسؤوليه، لانه كان عنده هو تيحمل المسؤوليه خصو يقدم استقالته. ما قالش واحد الحاجه ما يقدش فيها، هو اللي حط، شكون اللي حط لجنه التحكيم؟ هو الو بتكون هي فاسده وفيها الصداع كله كاين في اللجنه وما حدك تحركتيش تتحمل المسؤوليه. الا كان فاسد راه هو فاسد. المصاوي تيدافعوا على حقوق ديالهم ومن حقهم، لان هما اللي خصهم يمثلوا المغرب في كاس الحرمين، شايفين كاس العرب ماشي الجيش الملكي. هذه انا معاهم، ولكن الجامعه تدير اللي بغات، والجمهور الفاسي حقه يحتج لان عنده الحقوق ديالو. انا كمن جمهور الرجاء البيضاوي حنا ما تنقولوش القجع اللي فاسد، تنهضروا على المنضويه اللي فيها هو. ما حدك تتحكم فواحد الحاجه وما تتقاداش تتسمى انت فاسد، وما تعرفش شنو تيطرا فيها ولا يعني فاسد. بصراحه خويا هو فاسد، انا متفق مع هذه الفكره صاحبي، حيت هو كيمشي للمصلحه الخاصه ديالو، الحاجه اللي كتخدم ليه هو، هو باغا يطيح الرجاء باي طريقه، فهمتيني؟ باي طريقه باغا يطيحها، ولكن ما غنتسرطوش ليه ولد عمي، فهمتيني؟ من الاخر هادشي اللي كاين اخويا، كيدير فرزيات بزاف اصاحبي، اهو بزاف والله الا بزاف، راه بنادم كيشوف، راه كاينين الفيديوهات، كاين اليوتيوب، كيشوف كيتفرج، راه بزاف ديال الفرزيات ماشي غير شويه، من ناحيه التحكيم، من ناحيه بزاف ديال الحوايج، ما فهمتش، ما عطيناش حقنا، ماشي غير الرجاء بالضبط، جميع الفرق الوطنيه، فهمتي، بزاف ديال الفرق ضايعين في حقهم اصاحبي. من ناحيه يعني من التيرانات يعني البنيه التحتيه، فهمتي، كيعطيه هو كيمشي للبلاصه اللي خدامه ليه هو، اللي عنده فيها هو الربح، اللي ما عندوش فيها الربح راه ناسيها ومعطيها منخلها، واش فهمتيني ولا لا؟ علاش الرجاء بالضبط؟ هذا الشيء اللي بغيت نعرف. ما كيحاربوا في الجمهور ديال الرجاء ويحاربوا الرجاء ولا كل شيء ديالهم، العائله ديالهم. كتشوف دابا التحكيم عائله، ذاك الفار عائله، ديك اللي كدير الماتشات ديال سبانيو تيست ولا سماتي عائله، فهمت كيفاش هاد الناس غيصبروا؟
فين كاين القديمه الحكره الحكره راه برافو انا معاهم في هذه القضيه بكل صراحه. واحد بغى داك الشيء يكون داك الشيء كل داك الشيء ديال الناس ديال القدام فهمتي يكون داك الشيء شاري فهمتي بحال الممثلين القدام تبارك الله الله يرحمهم حيت مثلا بغينا هاد الممثلين ديال دابا راه ملي غادي يموت بقى غادي تفكروه على الفساد اللي غادي به مثلا عرب الهاشمي ديال وجده باع الدار ديالو على قبل وجده دومو ديال قريط راه باراليزي وجا كان كيتفرج في وجده هذاك الحريزي مكوار ديال الوداد الجندي كادري حجاج معطيو بعيد السناني ديال الرجاء العالمي الزاولي حسينه ونتيفي ديال راك كانوا موسيين شرفه دازو فهمتي نودير ديال ليطوال كانوا موسيين دازو كانت تبقى ماتوا بغير كنتفكروهم شو هاد الناس غادي يمد فساد في الغادين اي مول الانسان كل باش يتفكروه وعلاش بالضبط الرجاء كيحاربوا فيها علاش